كيف نستطيع أن نرتقي بإسلامنا إلى مستوى حضارات العالم؟ كيف؟ كيف نستطيع أن نرتقي بإسلامنا إلى مستوى حضارات العالم؟ ما لك ولي حضارات العالم؟ ماذا فعل نبيك حينما بعث إلى العرب الوثنيين بالحضارة الفارسية والحضارة الرومية؟ ماذا فعل بها؟ نحن مغشوشون الآن بما يسمى الحضارة الغربية، كل الغش. وهذا في الواقع سببه أن المسلمين ما عادوا يعتزون بدينهم، وذلك بسبب جهلهم بإسلامهم أولا، ثم لبعدهم عن أن يكونوا قد ربوا على هذا الإسلام الذي لا يسمح لأحدهم لو ربي على الإسلام أن يقيم وزنا لأمة سوى أمة الإسلام أو لحضارة سوى حضارة الإسلام. ولذلك لا يهمك مثل هذه الحضارة.